عقد اجتماع مجلس الوزراء وتصدر الاجتماع جملة من المسائل قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وابتدأها بتأكيد ما يقوله دائما في اجتماعاتنا من أن هذه الحكومة تعمل حتى اللحظة الأخيرة، وأيضا تتهيأ في الوقت نفسه لاستحقاقات المرحلة القادمة. هناك مجموعة من المسائل أيضا نوقشت بينها، مسألة قضايا الفنانين وأوضاعهم، وخلصنا إلى قرارات إيجابية ومهمة في تعزيز تمويل الفن العراقي، خاصة في دوائر الفنية، دائرة السينما والمسرح، وصار هناك قرار بتمويل وزارة الثقافة لاستكمال الدفعات التي تم العمل عليها والتعاقد مع الفنانين من إنتاج مسرحيات وأفلام سينمائية، وستصرف هذه المستحقات ضمن قرار مجلس الوزراء. فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد وزير التعليم العالي الدكتور نبيل عبد الصاحب اليوم ناقش موضوعا أساسيا مهما، واستحصل فيه على موافقة مجلس الوزراء على إصدار نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية. أخيرا كانت هناك بالتأكيد قرار لوزارة النفط حينما عرض السيد وزير النفط موضوع يتعلق بمشروع توسعة مصفات في الديوانية وتطويرها. هذه الفكرة وهذا المشروع هو دعم للمدينة بالتأكيد، ويؤدي إلى مزيد من فرص العمل لشباب المدينة، خاصة أن سعة هذه المصفات ستطور وتوسع إلى ما يقرب من 70,000 برميل يومياً.